كلف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في أكتوبر الماضي اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم بتفعيل غرفة العمليات المركزية لإدارة اللوجستيات وتنظيم الفعاليات بقمة المناخ. يأتي ذلك في ضوء ما تمتلكه اللجنة من قدرات بشرية وتنظيمية، أهمها القدرات التنظيمية لشباب البرنامج الرئاسي الذي يتكون من 1800 شاب وفتاة يمثلون 42 تخصصا أكاديميا، ويمكنهم كذلك التواصل عبر 13 لغة بالإضافة إلى خبراتهم التنظيمية السابقة. قامت غرفة عمليات البرنامج الرئاسي لإدارة قمة المناخ بتنفيذ العديد من المهام، من بينها الربط والتنسيق بين كافة الجهات والوزارات بالإضافة إلى الشركات المنفذة للأعمال الإنشائية واللوجستية، وكذلك قاموا بإدارة منظومة الاستقبال والانتقالات من وإلى مدينة شرم الشيخ والقاهرة، بداية من وصول الضيوف حتى تسكينهم بفنادق شرم الشيخ. كما قام شباب البرنامج الرئاسي بإدارة منظومة كافة الفنادق بمدينة السلام والعمل على حل أي تحديات تواجه المشاركين في زمن قياسي. كما يشرف شباب البرنامج الرئاسي على تنفيذ الفعاليات داخل المنطقة الخضراء ومعاونة سكرتارية الأمم المتحدة، بالإضافة إلى تفعيل غرفة عمليات متخصصة في إدارة أي أزمة طارئة، نهاية بمتابعة مغادرة ضيوف المؤتمر بسلام إلى بلادهم.